السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية، في موضوع حول الفاقد والمنتج من الحضنة. هل تستطيع الملكة أو النحل تغطية الفاقد؟ وكم الفاقد أصلا؟ بعض الإخوة يشتكي أن النحل يموت بشكل كبير أمام الخلية وأن النحل ينهار، لكن هناك عمليات حسابية نستطيع أن نعرف أن النحل ينتج نحلا وبكثافة حتى لو كان هناك فاقد. وبنفس الوقت كيف نتصرف في الخلايا الضعيفة في المنحل؟ المحاضرة مقتضبة للأستاذ الفاضل الأستاذ أبو مازن الأهنومي من اليمن، فكونوا معنا. السلام عليكم. هنا سؤال من الأخ الياس يقول طيب، بما أن النحل يتكاثر، صح هناك النحل يتكاثر، لكن فيه نفوق، فيه موت بكبر العمر. يعني النحل في ذروه النشاط عمره قصير، عمر الشهر 42 يوم أو 40 يوم، شهر إلى 40 يوم. أقول صحيح فيه موت، لكن كمية التكاثر أكثر من النافق بلا شك ولا ريب. وهذا الذي نراه، لو كان النفوق أو موت النحل بكبر عمره أو بسنه يتساوى مع إنتاج النحل الجديد، لما رأينا أبدا أي خلية تتطور ولا تكثر، لأني ستولد ألف وتموت ألف، فنبقى في نفس المكان، مكانك راوح، مكانك سر. النفوق يقدر، قد يقدر، أنا أضرب مثال فقط، أنه يكون مثلا 20% نافق. مثلا إذا كان عندك ولدت ألف نحلة، ممكن ينفق منها 100 نحلة أو 200 نحلة، ينفق من القديم طبعا، النحل القديم 200 نحلة مقابل 1000، إذن معك زيادة 800 نحلة. هنا تلاحظ النحل بيتطور، بيتكاثر وقت النشاط والذروة، وذروة النشاط والتربية. أما إذا كان النافق مساوي للمواليد فلن نرى النحل أبدا يتطور، وهذا طبعا مخالف للواقع. إذن النفوق نعم موجود، في نحل بيولد وفي نحل بيموت، لكن نسبة النحل النافق إلى النحل المولود الجديد نسبة بسيطة. نحن يا رجل سنفترض أنه 40%، أنت بدأت دخلت الخلايا المرعى، دخل عليك المرعى وخلاياك قوية 8 إطارات 10 إطارات بحسبتنا الذي حسبناها افتراضا، طبعا كل الحساب كان افتراضي، أن احنا ممكن نصل خلال 45 إلى زيادة افتراضية، زيادة 32 إطار. يا رجل أنت لا تحسب 32 إطار، احسب الثلثين فقط من 32، قل 20 إطار. أزيدك من الشعر بيت أيضا، أقول لا تفترض ثلثين، لا تفترض 20 إطار، افترض فقط أن الزيادة كانت خلال 45 يوم، زيادة في النحل كان 15 إطار بالإضافة إلى 10 إطارات اللي هي الأصل ثابتة، عندك 25 إطار. خل 25 إطار هذه يعني 2.5 إنجاز، يعتبر إنجاز ممتاز جدا. لو وصل النحال من دور واحد، من دور مكتمل إلى دورين ونص أو 3 أدوار في خلال 45 يوم إلى 50 يوم، ممتاز، هذا يعتبر إنجاز، وإنجاز رائع نرفع له القبعة. لكن المدير الصحيح الذي سيدير خلايا بشكل جيد سيحصل على نتيجة أفضل من هذا. والعبرة من كل حديثنا ومناقشاتنا وافتراضاتنا وكل العبرة من هذا كله، أن ننبه النحالين إلى أن لا تربي الضعيف. يا أخي لا تربي الضعيف، خلية نقصت عندك عن 6-7 إطارات الغيها، قم
بضمها مع خلية أخرى، يكون عندك خلية مكونة من 10 إطارات أو 12 إطار أفضل من خلية مكونة عندك من 5 إطارات أو 4 إطارات أو 3 إطارات، أفضل بألف مرة. هذه الخلية تطورها سيكون سريع، نهوضها سيكون سريع، ممكن تأخذ منها فيما بعد قسمة وثنتين وثلاث ولا تتأثر. لكن خلية جلست تربيها على 2 أو 3 إطارات أو حتى إلى 5 إطارات بتنازع منازعة، هذه إذا تحتاج عادي تحتاج جهد ومال ووقت حتى تطورها إلى أن تصل إلى 10 إطارات، فما بالك إذا كنت تريد أن تصل بها إلى 2 أو 3. أمر متعب ومجهد، لكن أنت كنحال لا يجب عليك أن تربي الضعيف أبدا. خلية تراجعت إلى 5 4 إطارات أكيد يعني أما ملكة ضعيفة أو نحل فيه أمراض أو الفروم توفشي فيه، هذه الخلية أولا أبعد وأزل، أقضي على جميع السلبيات فيها، إن كان فيها ملكة ضعيفة بدلها بملكة جديدة، إن كان فيها أمراض عالجها، إن كان فيها فاروة كافح الفاروة، وفي نفس الوقت لا تتركها ضعيفة، ضمها مع غيرها. إذا كان عندك خلية 4 إطارات وخلية 5 إطارات ضم الثنتين مع بعض وتكون عندك خلية 9 إطارات خيرا لك ألف مرة أن تبقى معك خليتين تبذل فيهن جهد ومال وزمن ووقت بالفاضي. لا، أنت تلك الـ9 الإطارات سوف تتطور بسرعة وتصعد 2 وستصعد 3 وتأخذ منها قسمة، وتأخذ منها قسمة كبيرة، تأخذ منها 2 كامل كقسمة كقسيم. أما تبقى تحفر وتبقى تشتغل بين الضعيف والأضعف، هذا ليس مجدي لك لا على المستوى المادي ولا على المستوى الجهد الذي ستبذله، سيكون جهد في الفراغ في لا شيء، في بدون فائدة بدون عائد. فدائما احرصوا على أن يكون تربيتكم للنحل هادفة وحكيمة وفي محلها، كل قرش ستخرجها وكل جهد ستبذله وكل دقيقة ستمارس فيها عمل النحل يجب أن يستغل الاستغلال الأمثل الذي يعود عليك بالفائدة، وإلا فترك. لست لا تكون من زمان أقول للإخوان لا تكونوا مجرد حمالين خشب يحمل خشب من هذا الوادي إلى الوادي الآخر، ثم انتهى المرعى حمل الخشب من هذا الوادي إلى الوادي الآخر خشب. لا تربوا النحل بالكمية، ربوا بالنوعية. يجب أن يكون عندك ملكات ذات نوعية جيدة، خلايا ذات نوعية ممتازة قوية جاهزة للإنتاج في أي لحظة في أي وقت. أما أنك تنقل خشب خلايا ضعاف مهلهلة مليئة بالأمراض الفروة فيها متفشية 2 3 ولا ربيتها قبل الموسم ب40 يوم أو 42 يوم، عملت يعني دورة التربية من أجل تدخل الموسم تدخل ب5 إطارات 6 إطارات، فضيحة أن تدخل الموسم ب5 6 إطارات 7 إطارات. تحياتي للجميع.